احتفالات عيد أكتوبر في بافاريا ترافقها عادة فرق موسيقية تناسب الاحتفال، وفريق بافاريا العليا يعزف منذ 4 سنوات في خيمة كالبسكوخل في ساحة تيغيزين، ومنذ عام تغني ريجينا هيلمان في فرقة الحفلات، ومهمتها إسعاد المحتفلين بمهرجان أكتوبر 5 ساعات متواصلة. علينا أن نبقي الأجواء هناك ما هي لفترة طويلة، لأن الناس يصلون إلى درجة عالية من الحماس، ولكن هذا أيضا جيد بالنسبة لنا كموسيقيين، فالتواصل مع الموسيقى ممتع بالنسبة لنا. يجب على ريجينا وفرقتها تسلية الحضور على مدى 16 ليلة متواصلة. أجواء رائعة. كنت أنتظر الاحتفال بشوق كبير طوال اليوم، وقد أصبح الطقس الآن حارا جدا، لكن احتفالنا سوية أمر جيد. كل شيء رائع هنا. الأجواء جيدة كما لو كنا في خيمة كبيرة. احتفال رائع بكل المقاييس. ساعات قبل بدء الاحتفال تجمع ريجينا هيلمان طاقتها، فابنة 32 تحاول النوم قدر المستطاع والتقليل من العمل. أهم شيء هنا هو المحافظة على الهدوء، لأنه في الوقت الذي يزيد الحماس فيه قد تأخذ الأمور منحا سلبيا. ونظرا للاكتظاظ في خيمة الاحتفال، تجهز ريجينا هيلمان نفسها في البيت، وتهتم كثيرا بالتجميل وارتداء الثياب المناسبة كأي ممثلة أخرى. عندما أرتدي ثوب الديرندل التقليدي وأجهز نفسي، أعرف أن الحفل سيبدأ قريبا. لا تتقاضى ريجينا الكثير من الأموال في ليلة الحفلات، ولا يتجاوز ما تتقاضاه ما يدفع في حفلات الأعراس. وحال الموسيقيين في عيد أكتوبر تختلف عن حال الندل، ونادرا ما يجني المغنون أرباحا من عيد أكتوبر، ولكن الغناء هنا يساعد على شهرة المغني، ولذا تتنافس الفرق للمشاركة في هذا الحفل. وقبل بدء الاحتفال يأكل أفراد الفرقة سويا، وهذا يساعد على التضامن بينهم. وتحذر ريجينا هيلمان باحترام عناصر الفرقة. لدينا إمكانية موسيقية أكثر كصوت نسائي مثلا، وهذا بالطبع يبدو رائعا، لا سيما عندما تقوم ريجينا بالعزف على البوق. هذه كلها أمور ترفع من مستوى الفرقة. وفيما يواصل ضيوف الحفل 300 أكلهم، تبدأ فرقة بافاريا العليا بعزف موسيقى تمهيدية. التفاؤل والحماس بدا رويداً رويداً عند الجمهور، وتسير الأمور حسب التقاليد البافارية. خبرتنا مع مغنية ضمن فرقتها تؤكد لنا أن الحرارة والهالة التي تفرضها الفرقة بالإضافة إلى السهولة وكذلك الصخب الذي يدخلنا إلى أجواء كهذه، كل هذا ينتقل للجميع بشكل مثير. وتساهم ريجينا هيلمان في حماس وتشجيع زوار مهرجان أكتوبر بعزفها على البوق، ليكون كل شيء على الطريقة البافارية التقليدية. وبعد انتهاء هذه الليلة الاحتفالية تبدأ مع زملائها بالتحضير للحفلة القادمة.